إذا نحن وياكم مكملين عالم الصباح، شو رأيكم نشوف بصلاة السينما اللبنانية شو في عنا من أفلام مع غيدة؟ Everything is not fine. There's something wrong with our little girl. We run some more tests. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الدرامي Miracles from Heaven عن بنت بتشفى بشكل عجائبي من مرض نادر وقت اللي بتنجى من حادث كبير، مرتكز على الكتاب اللي بيحمل نفس الاسم مع جينيفر غارنر ومارتن هندرسون. So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right and it didn't kill her and it didn't paralyze her. It healed her. Yes. Well, that's impossible. This is a little hard to believe. ولمحبي أفلام الرعب The Witch، عائلة بالقرن السابع عشر من نيو إنجلند تتفرق عن بعضها بسبب أعمال شعوذة وسحر مع كيت ديكي وأنا تايلر جوي. It's not safe. Not with them. تنشو لقلك غيدة لكل المشاهدين، احنا وياكم كمان مرة عند هانيا. هلكناك يا هانيا اليوم، بس كمان بدنا نشوف قصة المارشميلوز كيف تحولت لسكر وكيف رح نزين الكيك سوا، ورح نرجع نتعلم أنا وياها. بس انضم لقلها عبالي رجع اتذكر كيف ينعمل هالكيك اللي شكله كتير بشهي. رشة ملح. بعرف حلقة اليوم ما كانت غنية بالوصفات الجديدة، كانت أهمها هي وصفة المارشميلو فوندان، كيف بنقدر نعمل عجينة سكر من المارشميلوز بالبيت لنقدر نزين كوب كيكس أو كيك أو شو ما حبينا نزين ديسير. كانت الوصفة كتير هينة، حطيت 280 جرام من حبوب المارشميلو بقلب بالباماري، يعني بقلب طنجرة وكاسة مي سخنة، مع ملعقتين كبار مي، وضليتني حركهم كل شوي لحتى دابوا المارشميلوز وما عملوا ابدا ولا كتله. بس تدابوا مزبوط ضفت عليهم 4 كواب سكر بودره منخوله، لانه دائما السكر البودره بيكون فيها كتل قاسيه ممكن تنزعلي الوصفه كلها. بس تدابوا مع بعضهم شلتهم حطيتهم على الطاولة، رشيت شوية سكر وعجنتها لحد ما صار عندي عجينة. هيدي العجينة بنقدر نلونها بالتلوين الخاص بالأكل، بيقدر يكون جل بيقدر يكون سائل. أنا دايما بفضل الجل لأنه السائل ممكن العجينة تصير طرية وتصير تمغط وتعذبنا كتير بالزينة. الشغلة الكتير مهمة يلي بدي أقولها إنه هيدي العجينة ما فينا نتركها هيك بالهواء نحن وعم نشتغل، يعني كل ما باخد شقفة منها وبحضر لازم دغري ارجع، يعني باخد شقفة بدي استعملها، الباقي بدي ارجع حطه بقلب ورقة النايلون لأنه ممكن تنشف. حفرجيكم كيف هيدي العجينة مثلا نفسها هي بزيتها ونفس اللون، وحدة كانت متروكة بالهواء الطلق متروكة بدون ورقة مش مغطاية، شوفوا كيف طقطقت وبتعذب كتير لترجع تملس وتصير حلوة. فينا نحط هيك نقطة مية شرب على إيدنا نرجع نعجنها، فينا نحطها أنجق 10 ثواني بالمايكروويف ونعجنها مزبوط هيك أبدا ما بترجع، ممكن ترجع أنه تطرى وتصير ناعمة ونقدر نزين فيها. التانية حفرجيكم قديه بعدها ناعمة، ما بعرف إذا مبين عليكم، شوفوا كيف ناعمة وبقدر رقها دغري ومنا بحاجة أبدا لأي شيء، بينما هيدي عم بتفتت شوفوا كيف. لكن هيدي العجينة دغري لازم نضبها بالورق النايلون، ومش نضبها بس انه نحطها، بدنا نحطها نلفها مزبوط ونخلي ابدا ولا نقطة هواء تجي عليها. شو مرق معنا كمان اليوم بهيدي الحلقة؟ مرق معنا كيك تشوكلت كيك، ما حطيت عياراته لانه عملته قبل بمرة، عملته سبت الماضي. هيدي التشوكلت كيك عبارة عن حطيت 200 جرام زبدة دوبتهم شوي بالمايكروويف، حطيت عليهم 2 كوب سكر بس تنخلطوا مزبوط، ضفت عليهم 3 بيض خلطتهم مع بعضهم، خلطت بالاخر 2 كوب و3/4 طحين، 4 معالق بيكنج باودر صغار، وضفت عليهم 1 كوب كاكاو كمان منخول، خلطتهم مع بعض، حطيتهم بالاخر ضفت 2 كوب و3/4 حليب. لكن 200 جرام زبدة، 2 سكر، 2 كوب و3/4 طحين، 1 كوب كاكاو، 4 معالق بيكنج باودر، وضفت آخر شيء 2 كوب و3/4 الحليب. صار عندي تشوكلت كيك
انا فضلت اني اعمل قلبين لانه بهمني انه يعلى. طبعا حضرت الكريمه يلي بشتغلها دائما مع الزبده، زبده ومع سكر بودره وشويه حليب لاقدر استعمل عجينه السكر. عجينه السكر عندي اللون الاخضر، عندي اللون البيستاش، فينا اذا بدنا بنعمل لون واحد ما في اي مشكله. انا هيدا الجاتو بحبه كثير بالوانه. شو عملت؟ بدي بلش ضيف السترايبس او الشرايط يلي قطعتها للكيك لحتى اعمل شكل بوكي. وهلا بنرجع بنشوف بالاخر كيف بلشت ظبط الورود تبعوله. بحب استعمل المقص بهيك اشياء لانه بيطلع معي ستريت. هيك ححط شريطه خضراء، شريطه بيستاش، بلش يعطي الشكل المهضوم. حضروا له ربن حلو لانه هذا الجاتو وقت ينلف بربن معناه بيعطي شكل بياخذ العقل. هلا بنشوف كيف حنكمل الورود وحنصفن على الوجه. الشرايط فينا نقطعن بايدنا، يلي ما عنده رولر هلا فرجيكم كيف انا بقطعهم، بيقدر بالمسطره بنعلم 2 سم 3 سم قد ما بدنا، 3 سم من هون 3 سم من هون، بنوصلهم ببعضهم ما في مشكله ابدا. واللي بحب بيقدر يحط عجينه سكر بس يتركها شوي نازله من تحت بتعطينا شكل البوكي. هاي هيدا من اكثر الجاتويات يلي بتنطلب على عيد الأم. هلا بنستعملهم هيدول بنرجع. مثل ما شايفين هلا بالاخر ما بيعود ابدا بتبين الكريم يلي من فوق لانه بدنا نحط الورود داير من داره. مثل ما شايفين حريحهم شوي، حريحهم شوي بهالشكل وحكمل تزيينه للكيك باللون الأخضر. عملنا اليوم كذا نوع روز، يا إما الروز يلي معمولة من الشرايط يا إما الروز يلي معمولة من عجينة السكر من الدواير. في طريقة بعد هيديك كتير ثقيلة، يعني كتير هيك بدها حدا معود عليها. إذا صار معنا وقت ممكن نشوف كيف معمولة هيديك الروز. ها. هلأ أخضر بهالشكل. هيدي العجينة مش معقول شو هيك سلسة بحب أشتغل فيها كتير. بركي مرت الجاي بنعمل اشياء يلي هي بيقولوا لهم كيك ديفاين جرافيتي، يعني الاشياء يلي طايره من الكيك بطريقه او شي كيس عم بكب بومبو على شوكولا. هلا دارج كتير قصص مهضومه بيعملوا هيك جاتو بنحسه طاير او بنحسه حيوقع او بنحسه حينكسر، بس بيكون في له تريك مهضومه بزينته. وخصوصا اذا عملنا زينه نزلنا منه بيض الشوكولا كرمال عيد الفصح المجيد. بلشت انهي الكيك يلي هو الدواير تبعوله يلي اكثر شيء بتاخذ وقت. طبعا انا حضرتهم للسترايبس من الاول لانه اذا بدي اعملهم على الهواء بياخذوا وقت كثير. بلش يصير جاهز الجاتو، واكيد بعد البريك وقتها، هلا بعد شوي بنفوت بريك، بعد البريك بنشوف كيف بدنا نكمل له الروزز تبعوله. برجع بذكركم وقتها بدي لزق عجينه سكر على جاتو لازم يكون في عندي الكريم اوبر، وقتها بدي لزق عجينه سكر على عجينه سكر لازم استعمل المي. طبعا بلش يخلص. مثل ما قلت يلي بحب
بيقدر يغلفه بلون واحد بيعطينا شكل كتير مهضوم، وخصوصا اذا حطينا عليه بعدين ربان بالنص. هلا مثل ما تشوفوا، مثل ما انا حاعمل. خلص الجاتو، ها صار خالص من هون هيك. هلا ححضر ربن، ححمي فرد الشمع لنقدر نلزق الربن عليه. حفرجيكم كيف بيصير. اول شيء خلوني اغسل ايدي، لانه الكورن فلاور مش معقول تعدم الدنيا، يعني بس اطلع من المطبخ انا وعم زين جاتو بطلع شعري وجهي ما بعرف هلا شو فيه بوجهي، كل شوي الشباب بيعملوا لي هيك لانه كلني كورن فلاور، بعرف حتى تيبي كورن فلاور. هيك بده يطلع الجاتو بهيدا الشكل، هيك. هلا بس تا يحمل فرد منلزقها ومنحط له الربن يلي حضرتها، وبعد البريك حنزينه بالفلاورز بالروزز. خلينا نفوت على البريك وبنرجع بعدين بشوفكم باخر فقره بعالم الصباح لليوم. عودي معكم للمتابعة، وطبعا آخر محطة هي رشة ملح مع هانيا. هانيا بدي أقول لك شغلي، أول شيء هانيا بالكورن فلاور عرفتوها؟ إذا ما عرفتوها بس لحظة لننفض شوي. بدنا قبل ما تكملي تزين بالروزز، إيه ما في ولا وحدة بعد طويلة بلا بلا إيه لا حضرت لا 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 بدك ترجع تقص سترايبس؟ لا بدي أشوف كيف طلعت الروز معك. الروز السترايب ولا الروز هاي؟ هيديك هاي بهيدا ورشة ملح. هاي اوكي اوكي هاي هيك. لا حقلك كيف، حقلك كيف. هاي الجنب مننزله لتحت، نرجع بنمشي ستريت لحتى تعمل هيدي الفراغ. شفت كيف هاي روز؟ شفت شو مهضومه؟ طبعا انت هون لازم تكون اطول، لازم تكون، لا فيها تكون اقصر بكثير، ترجع بتفتحيها. ايه بس الروز اللي هلا انا عملتهم بالراوندز. هلا نرجع نتذكر سوا قبل ما نرجع نحطهم. قطعت رقيت عجينه السكر، قطعتها لدوائر، فينا ننقي القياس يلي بدنا على حسب الجاتو اللي عم نعمله. ايه مهضومه ما كثير لانك لزقتها. ولو ها بدك حطيها بالنص. هي مظبوط. ايه بالنص تكرم عيونك. هي كيف عملت؟ هيدي كيف عملتي؟ هيدول هدول بالضبط دوائر حطينا، خلينا نقول ثلاث دوائر حسب قد ايه بدنا البيتال، قد ايه بدنا كبره للورده. اللي حاعمله نقطه مي لتلزق ولا اهون جوزيف؟ ما عم يسمع. بس بتاخذ منيح، بتاخذ منيح اكيد. برجع بجي هي طلعت معنا اثنين. اثنين بالضبط، بقصها بالنص، طلعت معنا اثنين. ها بدي جرب. ايه جرب اكيد. ايه اول شيء لحتى هيك تعطي على شكل بيتال لازم نعمل لها هيك عطرافة لحتى ترق. هي نقطة مي وهي نقطة مي بالضبط. بس انا بدي اعمل اوكي هون وهديك الطرف كمان. اوكي لا نحن بنلف من هون، بس حطينا مي هونيك لتلزق على بعضها. اوكي اهم شيء انت تركز البرم من النص، لانه نحن حنقص من النص. كل ما حطينا ايدنا على الطرف كل ما فتحت اكثر الروز تبعيتنا. اوكي دن. برافو جوزيف، برافو جوزيف. هاي هي بس لك قد ايه طلعت؟ ايه حلوه حلوه كثير حلوه. ميرسي جوزيف. يلا روح. مرسي. اوكي يلا كونتينيو اسي. بالنسبة للورقات هلا بقول لك كيف الورقات بدنا نعملهم. شكلنا كذا لون، مش معقول هالجاتو غول ورد، ياخذ ورد كثير كثير. غول ورد غول ورد.
بحب عباراتي. عباراتي ايه مش لحدا. بقول له لحسام انت بلدوزر شغل. شكلنا حنعوز ورد بعد. ايه تكرم عينك موجودين ها؟ يلا وانا حبلش رق عجينه لحتى كل ما هيدا بدنا نحط بالنص. هلا صرنا عنا فراغ. فشي لي خلقي وحطي هالوردات. على راسي يلا. انا حبلش ارجع. هي لحتى تكون ريل اكثر ما بدي استعمل ورده خضراء. اه. زبطتيها يعني. زبطتها ايه. لحتى احمي الجاتوه تبعولي وصورتي على الهواء. مرسي جوزيف. هيك لحضر روز وزبيط كمان بيطلع كتير مهضوم. لا هون شو بعمل هيك العجينة او هاي هحط لها شوي مي. اصلا في منهم بيكونوا مفتحين اكتر من مظبوط مظبوط. لازم تكون المي نقطة نقطة انجق. مظبوط. حتى هيدولي شوف ما احلاهم في الورقات ينزلوا هيك على الطرف بشكل مهضوم. هلا بنحطهم هاي. مثلا هيدي العجينه يلي كانت مطقطقه مجرد اني احط لها شويه مي شرب ارجع اعجنها بيرجع بيمشي حالها على الماكسيموم. من النص جوزيف من النص. في طريقة تانية للروزز بس هيديك أصعب وبتاخد وقت أكتر. شو قلتي لي غول ورد؟ عن جد غول ورد. شفت دايما هيك بشتغله بشتغله برجع آخر شيء قبل ما سلمه بحس لا إيه كان بيحمل بعد برجع بوقف بشتغل أكتر. بس مش معقول في مرة بعتني بعته لحدا ما تقولوا له لحنيا حطيت حيحط الورده الخضراء. طب هنا بشرفك ليك شو حلوه. ايه بتلون. ايه ايه بتلون بتلون. خلص تكرم عيونك. ها هاي عجينه طلع ربال مع ال مع التحت. هاي العجينه ها ها يلا هاي وردتين وهيك لنقص قيس بعد. لازم نعملهم هيك كبار بياخذوا اكثر مطرح اكثر. مزبوط. ما بقى في كثير وقت. هاي فيولي. طب الكيك اللي بقلبه شوكولا عملناه من جمعة أنا وياكي. مظبوط اللي حبيته كتير الكتير ايه؟ جوسي. ايه ايه شو هو؟ هلأ من شوي قلت المقادير حقلك لأنه بعرفك أكيد عندي إحساس أنه بترجع هلأ بتعيده. هيدا الكيك حطيت فيه 200 جرام زبدة وحطيت فيه 200 جرام زبدة وكوبين سكر. بس تخلطتهم مع بعض ضفت عليهم 3 بيض حطيت عليهم وحده وثلاث ارباع طحين ووحده كاكاو كوب. يعني لما بقول واحد يعني كوب. واخر شيء ضفت عليهم كوب وثلاث ارباع حليب مثل ما قلت ورجعت ضفت عليهم 4 ملاعق بيكنج باودر. حابب تعمل ورد اخضر وبيستاش بالنص؟ يلا لانه حضرتهم للعجين. اوكي هاي ثلاثه. انا بهالوقت حلزق الورق الاخضر لانه ما بدي ابدا يطلع فيه فراغات للجاتو. هيك بهالشكل عم شيل فراغات. ايه وبيعطي ريل هيك انه في ورق حوالي للجاتو. على فكره فينا هون كمان نعمل هيك انه طالع منه ورق بيطلع كتير مهضوم. من اجمل الكيكس مرات بقص عليه عجينه بيضه صغيره بكتب عليها اي مساج هابي بيرثدي او هابي ماذرز داي بحطها تاج. عن جد في ناس بفكروا انه ريل بوكي ما بيصدقوا انه جاتو بالاول. هيك هون هيك هيدي بهالميله. هلا منحضر لنقصه لهالجاتو الجميل. في حدا بيقول عن زيتاته على كريم؟
بس انت زيتتك لو شو ما قلت ابدا مش عارف نحن اللي بنقول انه فظيعين. زيت اصلي مثل زيت الشمال اللي حكينا عنه. مثل زيت الشمال لا ما ولو ما قلنا ما بنحكي ما دخل المنطقه المهم ايه. الريحه مزبوط الريحه ولبنان. ايه برافو عليك. ها طالع طالع كيك باك لاحظت؟ ها انا حاعمل هيك حزعبر. طيب ليك خلينا نعمل شغله لحظه 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 قلي تالت وحده نعملها غير اخضر لشوف كيف تطلع. ما بعرف بتطلع حلوه اذا كانت مربري. هلا بقول لك كيف يعني اذا بنخلط شقفه بشقفه. هلا حلوه اذا انعمل لون تاني يعني زهر وابيض او فوشيا وزهر بتطلع كثير مهضومه. ابدا مش عاطله. ها اوكي اصلا بين بين قد ايه جميل هلا بدنا وحده. ايه مزبوط. لكن انت امتى مرت الجاي؟ الاحد. الاحد عباك عيد انا والمشاهدين. ينعاد عليك جوزيف. ثانك يو. كيف كانت الشعنينه؟ اوه تمام تمام. انا اولادي كبروا بطل بطل الشعنينه لما نحضر القداس طبعا. طبعا مش بس في احلى منا ومن الوانها للشعنينه. اوه وهلا في رح تشتغل ببيت الشوكولا؟ لا بس اكيد حنعمل جاتو خرش باك. بس هو بتعرفي هذا خرش باك؟ انه ايه هو باك عيد الام هيدا الوان باك مزبوط. بس بيقدر كمان يكون جاتو باك هيك بعد بعد وحده. سوري يلا هلا حاعطيك وحده بعد اصلا ما بقى كثير معنا وقت. ها بدي ورق. هاي بعد ورده عملناها فيولي لنخلص. الورقة في قالب هي عملتيها منه؟ ايه اوكي تاتا يس واو واو يس. مشاهدينا احلى وردات عملتهم انا. وردات الخضر كان بداية تلميذ بعدين فاق معلمهم. ما تصدق بلا انا بتحب اعبي الفراغ. انا طبعا بدي ارجع اذكر انه احنا اليوم اليوم العالمي للحفاظ على المياه. بتمنى من الجميع انه ياخذوا هالرساله بجديه لنحن قادمين على فصل الصيف. وبتمنى على القيمين على المياه انه كمان ياخذوا الامور بشكل جدي لانه بكفي المواطن مشاكل ما بده يكون كمان يدفع مرتين مي مثل ما بدفع مرتين كهرباء. ارحمونا وارحموا الجميع. لكل المشاهدين بتشكر كل اللي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا كل اللي تابعونا اليوم. بتشكر كمان مدينة صيدا اليوم على هالمهرجان واللي هو كان برعاية معالي النائب بهية الحريري وطبعا تجار صيدا وبلدية صيدا وكل الجمعيات الأهلية بمدينة صيدا عاصمة الجنوب. تحية لكم تحية لكل الأمهات كمان تحية لك. ميرسي جوزيف عليك. لكل المشاهدين نحن وياكم نختم عالم صباح لليوم. بكرة عالم صباح جديد الساعة 10 بتوقيت بيروت. إلى اللقاء. The last, live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day.